أخيرا إجا اليوم اللي خايفين منه، هو يوم آخر تجمع قبل الروح على الجامعة اليوم اللي بعده. الروح للجامعة مش سهلة، معناها تبلش وحيد وتودع أصحابك وعيلتك. مش سهل تحكي الوداع، خصوصا لو هتترك حبايبك وراك. بداية فصل جديد في الحياة معناها انك تضحي باشياء ثانية علشان تاخذ خطوة اقرب لتحقيق حلمك. احيانا هذا معناه تفارق الطرق في علاقة حب وترك الحبيب. اشي مؤلم انك بعد كل هالشهور انت بتربي في هالعلاقة وبتعطيها كل اللي عندك علشان في الاخر تتركها. أكيد في الأول سهل أنك تحكي كل شي بيجي بالإيمان والإصرار، بس أملك أن الموضوع يزبط غير أنك تعرف كيف تتخطاه. علاقات المسافات البعيدة تخلف عن الواقع اللي هي عليه. المستقبل مش معروف، والواحد لازم يحذر أن كل شي جايز. مع نور يوم جديد كل اللي تعرف هيختفي في لحظة، بس من خلال الذكريات والصور ممكن هذه اللحظات ترجع للحياة. هلا مهم تجاهل اللي جاي وركز على المهم في هاللحظة مش الزمن. جمد هذه اللحظة من الزمن وقدرها كثير. حس الدفى في تلامس أجسامهم مع بعض، اسمع تنفسهم البطيء والعميق من واحد للثاني. عمر الحب الحقيقي ما كان مضيعة وقت. الوداع صعب، بس مش أصعب من إنك ما تعمل كل اللي عندك لما تسمح لك الفرصة.